عدة كتب لشخص مشهور جدا، وقلت لحالي لازم اني انا الخص النقاط الرئيسية اللي كان عم يحكي عنها واللي انا تعلمت منها واستفدت منها. هذا الشخص هو فيلسوف الماني شهير، وكتب عدة كتب عن الثقافة، التاريخ، الحضارات، اللغات وكافة جوانب الحياة. تابعوا هذا الفيديو لتعرفوا مين هذا الفيلسوف، وايضا لا تنسوا تتابعوا سلسله هاي الفيديوهات لاقدر انا اوصل لكم النقاط اللي انا تعلمتها من هذا الفيلسوف. هذا الشخص قال: انا لا اثق في جميع الانظمه واتجنبها، اراده النظام هي الافتقار الى النزاهه. كان يعرف عن هذا الشخص بانه عدو الفرديه، ويحاول ان ينبهنا بمخاطر فقدان ارادتنا الحره ونزاهتنا عندما نحاول الاندماج في نظام معين. وكان له مقوله شهيره والتي تدعى بعقليه القطيع. بيحكي بعقليه القطيع، مجموعه من الاشخاص يجتمعوا مع بعض وراء فكره معينه، وكافه هذه الاشخاص يلحقوا هاي الفكرة بدون ما يفهموا شو هي هاي الفكرة من الأساس. أوكي، رح يجيك الأمان بانضمامك لمجموعة معينة، بس ممكن أنت تخاطر بفقدانك لأي شيء مميز عنك، لأنه المجموعات ممكن تقوم بطرد الأشخاص أو الأفكار الغريبة عنها. ممكن يكون عندك فكرة غريبة وعبقرية ممكن تفيد البشرية، بس هي كتير متقدمة عن الأشخاص اللي أنت بداخل هاي المجموعة. فالأشخاص شو لح يعملوا بهالحالة؟ ممكن يقوموا بطردك أو بنبذ هاي الفكرة نهائيا، لأنه هي تختلف عن معتقداتهم وعن أفكارهم. هذا الشخص هو الفيلسوف الألماني الشهير فريدريك نيتشه. أمثلة عن هاي الفكرة هي موجودة بحياتنا اليومية. تخيل أنت عندك فكرة معينة رح تكون ناجحة، تجيب مصاري، تفيد الناس، تحسن أو تضر بالبيئة. أنت مثلا أنت اقترحت فكرة الكتب المسموعة، الأوديو بوكس. يعني بالبداية رح يجيك الناس اللي هن بحبوا الكتب الملموسة، رح يعارضوك، وبعدين رح يصير عندك الضغط أنك أنت تسجل وتنشر هذه الكتب وتنافس مع عادات الناس بأنها تشتري كتب ملموسة. ولح يجيك ناس رح تحاول تحافظ على النظام القديم اللي هن متعودين عليه، ممكن بدون أي سبب، فقط هن متعودين على نظام معين وما بدهم يغيروا هذا النظام. في كثير أشخاص هي بتحب الاستقرار وما بدها تطور أو تتغير، بس إذا ما يئست فأنت لح تقدم نظام عمل جديد واللي هي الكتب المسموعة. رح تأمم وظائف جديدة للناس، رح تكون مفيدة للبيئة لأنها ما رح تستهلك ورق كثير مثل الكتب الملموس. المشكلة إنه أغلبية الناس بتوقف الوقت تواجه أخف عائق معين، بتفكرها إنها هي عائق دائم وما في أي حل حواليها. نيتشه بهالحالة شو بيقول؟ إنه نحن ما لازم نستسلم العوائق اللي بتواجهنا، ولازم نحن نركز على الأهداف اللي عنا ونمشي بعقلية عكس القطيع، لا نركض وراء الأمور المعروفة والأمور يلي كل الناس بتتوجه إلها. ممكن أنت تواجه صعوبات بالحياة، ممكن تكون عندك ضغوطات نفسية أو الناس عم توقف ضدك أو متعاديك. نصيحتي لك بهالحالة أنك أنت ما توقف، ما تستسلم، وخلي إيمانك بنفسك كتير كتير كبير. عمرك ما تستسلم. إذا أنت وقعت اليوم فيك توقف، ومالك مضطر أنك تستنى أي شخص ثاني يقدم لك إيد مساعدة. تناقش وتبادل الأفكار هو شيء جدا جدا مهم. إذا عندك أي أفكار أو أسئلة أو استفسارات حطهم بالتعليقات تحت، ولا تنسى تعمل لايك للفيديو او اعجاب، لانه كل ما كثرت الاعجابات على الفيديو فيوتيوب رح يصير يقترح هذا المحتوى لباقي الناس، فخلونا نرفع مستوى الوعي عند باقي الاشخاص. للمره الجايه.